موجز لأهم الأخبار من أرتي، مرحبا بكم. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء أجراه مع الصحفيين على هامش قمة المناخ في باريس، أكد صعوبة التوصل إلى تحالف دولي موسع لمحاربة الإرهاب في ظل وجود أطراف تستغل جماعات إرهابية لتحقيق أهدافها السياسية. ندعو دائما الدفاع الروسية أن طائرات من طراز Su-34 مزودة للمرة الأولى بصواريخ جوجو نفذت طلعات فوق مناطق تواجد التنظيمات الإرهابية بسوريا. وأوضحت القوات الجوية الفضائية الروسية أنه أكد رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو خلال مؤتمر صحفي مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ في بروكسل، أكد أنه من حق تركيا الدفاع عن مجالها الجوي، وأن بلاده لا تنوي الاعتذار على أداء واجبها الحكومي بحسب تعبيره. أما الموجز الآن نترككم مع الزميل عمر الصلح في حلقة خاصة من برنامج استوديو بيروت، يستضيف فيها رئيس تكتل التغيير والإصلاح النيابي في لبنان العماد ميشيل عون.